نقض ضفائر الشعر، المرأة التي ضفرت شعر رأسها، فيما يتعلق بغسل الجنابة الراجح أنها لا تنقض شعر رأسها، إنما يكفيها فقط أن تصل بالماء إلى أصول الإيه؟ إلى أصول الشعر اللي هي أصول منابت الإيه؟ الشعر، فروة الرأس. أما في الحيض والنفاس فهذه مسألة كثر فيها الكلام، وفيها يعني فيها خلاف طويل وأدلة كثيرة لمن قال بمنع ذلك بأنه يستحب لها ولا يجب، ومن قال بأنه يجب عليها ولا يستحب، ويعني الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة تنقض شعر رأسها في اغتسالها من الحيض والنفاس. وذكر بعض أهل العلم لذلك علة في أنها لا تنقض شعر رأسها أثناء الجنابة وتنقضه أثناء الحيض والنفاس، قالوا لأن الجنابة تتكرر، أما الحيض فإنما يكون على رأس الشهر مرة أو كل شهر مرة أو ربما يتأخر عند المرأة. فلو أننا ألزمناها بحل ضفائر شعرها أثناء بعد الجنابة كان في ذلك مشقة بالنسبة إليها، أما في الحيض فيعني أدلة كثيرة يعني تثبت هذه المسألة وتحث عليها. فنخلص إلى أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة فلها أن تحل ضفائر شعرها أو لا تحلها، أما إذا اغتسلت من الحيض والنفاس فيجب عليها أن تحل ضفائر شعرها لأحاديث كثيرة وأدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.